استبق حيدر الزمن فاتجه نحو النضج في سن مبكرة، غادر متعلقات الطفولة واستبدلها بمسؤولية الكبر، وعمل ميكانيكيا في معالجة أعطال العجلات، عسى أن يعالج الفقر الذي هيمن على حياته وأسرته. وأنا أشتغل وأدرس، عم دعاون أبوي مصرف البيت، هو مريض وما يقدر نمشي نجي، الله مضروب جلطة. في نفس الوقت أعاون بالمصرف، أجيب له دواء، غراض. شو نسوي؟ هي سنة الحياة. ورشة السيارات هذه كانت البديل الأمثل لحيدر الذي اختار تعلم حرفة يجني منها المال بدلا من عناء الكراريس والكتب المدرسية التي قد تطيل عليه طريق الحصول على عمل يعيل به عائلته. بالنسبة للأطفال هواية يعني أعداد كبيرة هي اللي طبقة خلينا نقول الفقيرة، أفضل شيء له أنه إذا مدارس يتعلم لمصلحة بالإضافة أنه يعيل أهله، فالقراجات صارت محتوى لهاي الأطفال يعني حتى يتعلمون مصلحة لروحهم حتى يعيلون يعني أهاليهم. في هذا المكان وأماكن أخرى غيره يعمل الأطفال بين سن 17 والـ16 لكسب قوت يومهم وأسرهم، حتى وصلت نسبة عمالة الأطفال في العراق لأكثر من 3% بحسب وزارة التخطيط العراقية لعام 2021. هنا في هذه المدينة التي تلبس ثوب النضج لمن ولدوا من خاصرة الفقر، لا يعرف الأطفال معنى اللعب، وإن أرادوا ذلك فعليهم ممارسة لعبة الحياة مبكراً بملابس مهترئة ويد رسم عليها القدر من آثاره الكثير. زينب المشاط، حديث بغداد، MBC العراق.